راحة سلبية يوم ونص اهو من يوم الخميس والجمعة، والبعثة سافرت يوم السبت، كان مقرر انها تسافر الجمعة، سافرت السبت عشان تاخد وقتها اكتر. اللعيبة مرهقة، اللعيبة مش في احسن صحة جسدية، الجو حر عليهم هناك. كابتن حسام هيعمل ايه؟ يعني بصي، كل ده مبررات. يعني لما نتكلم مبرر، كوره احنا لسه مبررات، ابتديناش ولكن عشان نبتدي نبرر. في النهايه كل المنتخبات بتلعب في الفتره دي ماتشين في التصفيات، فبالتالي انه مش مجرد ضغط ماتشات، اصل اللعيبه تعبانه بدنيا وذهنيا والى اخره، ولكن هو ده يعني ده حل كره القدم. فبالتالي انه كابتن حسام دخل معسكر مبكر قبل الاجنده الدوليه كمان بثلاث ايام او اربع ايام، ضم كل اللاعبين المحليين، مفيش بس اللي اتاخر، كابتن محمد صلاح وصل 1 يونيو، فبالتالي انه كانت كتيبته كلها جاهزه، واستعد مبكرا للمباراتين لانه عارف انه المباراتين بتوع بوركينا فاسو وغينيا بوساو مهمين جدا في مشوار المنتخب للوصول لكاس العالم 2026. فبالتالي ان الفوز على بوركينا الناس ما كانش عاجبها الاداء قوي، ولكن في النهايه انت بتتكلمي في تصفيات، 3 بونت اهم شيء في القصه، لان احنا في السنوات يعني الماضيه احيانا كان بيبقى مستوانا عالي جدا وما كناش بنوصل كاس العالم. أي، فبالتالي هي ماتشات التصفيات دي طبيعي تبقى كده، لانه بتلعبي كل 3 4 5 شهور وكل سنه ماتشين، فبالتالي انه تجمعت اللعيبه والقصص دي كلها ما أي تبقيش لسه دخلتي في اجواء انه كبطوله مجمعه انه بيزداد تركيز اللاعبين فيها يعني. فبالتالي انت حققت 50% من المهمه اللي هي الفوز على بوركينا، وعندك ال 50 الثانيه بماتش غينيا بيساو النهارده. الفوز على غينيا بيساو خلاص انت بتتكلمي في 12 نقطه لمنتخب مصر في صداره المجموعه، بتبعدي بفارق كبير عن اقرب منافس. انت عندك غينيا بيساو تاني المجموعه برصيد 5 نقاط، احنا بالفعل بيننا وبينهم 4 نقاط يعني، فاحنا 4، ولو تمام لو ولسه ربنا ان شاء كرمك الله كسبت كمان. النهارده فبتتكلمي في 7 نقاط فارق بين المتصدر وبين الوصيف، فبتقدري هتديكي فرصه كبيره. انت بتتكلمي في 80% منتخب مصر وصل كاس العالم، خصوصا انه لما نيجي نتكلم بالورق العام هي اضعف مجموعه في التصفيات كاس العالم هي مجموعه مصر، ما عندكيش منتخب تقيل يتخاف منه زي المجموعات الاخرى. يعني هو كل انا بخاف من مجموعه، الكلام ده بقى. لا مش هو هو الكلام ده هو اللي لا بيخوف، ده كان بيحصل مش معانا الاول، المنتخبات. كانت بتبقى المجموعه كده، ولكن كان بيبقى في ماتش فاصل هو اللي كان بيعمل الازمه، انه اول المجموعه مع اول المجموعه، فبالتالي انه التصفيات دي ما فيهاش ماتش فاصل، هو خلاص تتصدري مجموعتك تروحي كاس العالم 2026. فالمهمه بقت اسهل لمنتخب مصر انه يبقى متواجد في كاس العالم. الطبيعي في ظل يعني النشوه الكرويه اللي مصر بتعيشها، فوز الزمالك بالكونفدراليه وفوز الاهلي بدوري الابطال والاسماء اللي موجوده في منتخب مصر، ان انت تفكري هتعملي ايه في 2026 في كاس العالم، ان احنا نعمل ماتشات كويسه ونتقدم في كاس بالزبط. العالم، مش ان احنا بالزبط. نوصل ولا ما نوصلش كاس العالم، ده امر منتهي بكتيبه الاسماء اللي عندك دي، سواء المحليين او المحترفين، مع المجموعه السهله دي، مع جهاز فني وطني، مع توفير كل الامكانيات الماديه وغير الماديه للمنتخب، يسافر بطياره خاصه ويرجع بطياره خاصه، يتوفر له كل شيء، مكافآت ومرتبات والى اخره، يعني اجواء عيشها المنتخب. اعتقد انه خلال سنوات كتيره فاتت ما كانش المنتخب يعني بيبقى فيه الدعم ده، سواء الدعم المادي او حتى الدعم الشعبي، انه يبقى الشعب كله ملتف حوالين الجهاز الفني بقياده كابتن حسام حسن ومجموعه اللاعبين. فبالتالي المفروض نتخطى قصه اصل درجه الحراره، اصل في النهايه اللعيبه بتلعب في نفس فرصه ذهبيه، فرصه نفس ذهبيه درجات الحراره طبعا طبعا، فبالتالي مش مبرر للعيبه انه لما يحصل دروب النهارده لا قدر الله نقول لا والله اصل ضغط الماتشات ودرجه الحراره كذا، كل الناس بتلعب في نفس التوقيتات وفي نفس الاجواء دي، فبالتالي لازم تتخطي القصه، خصوصا ما بتلعبيش منتخب كبير ومنتخب غينيا بيساو يعني. طب واتساقا مع كلامك ده، وانا متفق معاه جدا،